بزنس 3. عرفتوا من انا؟ معكم الكابتن سطار يخلي الخصوم تحتار. اليوم انا جاي عندي هدف، عندي بطولة واحتاج ناس اقوياء عندهم عضلات قويين في الميدان. جاهزين معنا ولا لا؟ جاهزين ولا لا؟ بناديكم اليوم واحد واحد وابدأ معكم التحديات، واللي يكون أموره مثالية راح يكون من ضمن فريقي. هذا ملعبي، هذا حلبتي. جاهزين ولا لا؟ متسابقين البزنس 3 تنضمون معي في الفريق ولا لا؟ إذا تبي تنضم للفريق في أساسيات، في مواصفات، في تضحيات. الكلام أن جاهز تضحي تصير من ضمن فريق سطار، هذا اللي بنكتشفه. نبدأ بالأسامي أشوف إيش قوتهم وإيش رغبتهم، يبون المواصلة ولا لا. نبدأ ناخذ أساميهم واحد واحد. الأول، الاسم الأول